بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من سلسلة الدروس المصورة لمادة إدارة الأعمال الصف 12، وعنوان درسنا اليوم معوقات الاتصال الجزء الثاني. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن أولاً أن يبين معوقات الاتصال الخاصة بالرسالة، ثانياً أن يذكر معوقات الاتصال الخاصة بوسيلة الاتصال، ثالثاً أن يوضح مفهوم التشويش. كما درسنا بالدرس السابق، حيث ذكرنا أن معوقات الاتصال تنقسم إلى 5 أقسام أو 5 أصناف: أولاً المعوقات الخاصة بالمرسل، ثانياً المعوقات الخاصة بالمستقبل، ثالثاً المعوقات الخاصة بالرسالة، رابعاً المعوقات الخاصة بوسيلة الاتصال، خامساً وأخيراً ما يسمى بالتشويش. ولقد ناقشنا في الدرس السابق المعوقات الخاصة بالمرسل والمعوقات الخاصة بالمستقبل، وذكرنا أن من ضمن المعوقات الخاصة بالمرسل هي أولاً عدم مخاطبة المستقبل بلغته، ثانياً الحالة النفسية للمرسل والتي من شأنها أن تؤثر على شكل المعلومات، ثالثاً سوء اختيار الرموز أو الكلمات حيث يكون للكلمة أو العبارة أكثر من معنى، رابعاً عدم الفصاحة في الكلام والكتابة مثل التلعثم في الكلام أو التأتأة أو نطق الكلام بطريقة غير واضحة، خامساً عدم اختيار المرسل للتوقيت المناسب لإرسال الرسالة. كما ناقشنا أيضاً المعوقات الخاصة بالمستقبل، وذكرنا منها عدم انتباه المستقبل أثناء عملية الاتصال، ثانياً الفهم الخاطئ للمعاني بسبب التفاوت الثقافي أو العلمي أو اللغوي ما بين المرسل والمستقبل، ثالثاً الحالة النفسية للمستقبل والتي من شأنها تؤثر على طريقة تفسيره للرسالة وفهمها، رابعاً تجاهل المستقبل للمعلومات التي تتعارض مع ما يعرفه أو يعتقده، خامساً الاستماع إلى ما نتوقع أن نسمعه، سادساً وأخيراً تسرع المستقبل في إصدار أحكامه. أما درس اليوم فسوف نستكمل فيه باقي الأقسام أو باقي الأصناف الخاصة بمعوقات الاتصال، وهي المعوقات الخاصة بالرسالة والمعوقات الخاصة بوسيلة الاتصال والتشويش مفهومه وأنواعه. هيا بنا نبدأ بالهدف الأول، وهو أن يبين الطالب معوقات الاتصال الخاصة بالرسالة. دعونا الآن نناقش معوقات الاتصال الخاصة بالرسالة. أولاً نقص المعلومات الواردة في الرسالة الاتصالية. مثال على ذلك أن يتصل شخص بآخر ويحددان موعد للاجتماع في 9 صباحاً من اليوم التالي، وعندما تنتهي المحادثة يفترض كل منهما أن مكتبه هو مكان الاجتماع، حيث أنهما اتفقا على الموعد المحدد ولم يتفقا على مكان الاجتماع. هذا النقص في المعلومات أو في الرسالة من شأنه يؤدي إلى عدم إتمام عملية الاتصال بشكل فعال. ثانياً تحريف المعلومات بالإضافة أو بالحذف، وذلك للتأثير على متخذي القرار، فقد تكون الرسالة الاتصالية فيها إسهاب يؤدي إلى خلل الفهم أو خلل بالمعنى، كذلك أيضا قد تكون الرسالة محذوف منها بعض الكلمات يؤدي ذلك أيضا إلى خلل في الفهم أو خلل في المعنى، وهذا من شأنه كله يعيق إتمام عملية الاتصال وبالتالي التأثير على متخذي القرار. ثالثاً الرقاب على محتوى الرسالة وحذف أجزاء منها، هذا من شأنه يؤدي إلى صعوبة فهم المقصود أو الغرض من العملية الاتصالية، وكما تعلمون أن الرقابة على العملية الاتصالية موجودة في جميع المؤسسات. رابعاً عدم الترابط ما بين الأفكار والمعاني الواردة في الرسالة،
مثال على ذلك سوء ترتيب الأفكار أو الكلمات أو المفردات أو الألفاظ أو اختيار ألفاظ لا تمت إلى الموضوع بصلة، كل هذا ينتج عنه الكثير من الجهد والتكاليف، وكان يمكن تفاديها أو الاستغناء عنها إذا أعدت الرسالة بشكل صحيح وبشكل سليم. ننتقل إلى غلق الهدف الأول بهذا السؤال. اذكر معوقات الاتصال الخاصة بالرسالة. من خلال فهمك حاول أن تختصر ذلك في نقاط محددة وواضحة على هذا الشكل. نذكر هنا من هذه المعوقات: أولا، نقص المعلومات الواردة في الرسالة الاتصالية. ثانيا، تحريف المعلومات بالإضافة أو بالحذف وذلك للتأثير على متخذ القرار. ثالثا، الرقابة على محتوى الرسالة وحذف أجزاء منها وذلك يؤدي إلى صعوبة فهم الغرض من العملية الاتصالية. رابعا، عدم الترابط بين الأفكار والمعاني الواردة في الرسالة. أحسنتم. ومع الهدف الثاني، وهو أن يذكر الطالب معوقات الاتصال الخاصة بوسيلة الاتصال. من معوقات الاتصال الخاصة بوسيلة الاتصال: أولاً، استخدام وسائل الاتصال لا تتناسب مع طبيعة موضوع الرسالة. مثال على ذلك: استخدام المرسل وسيلة الكتابة لتبليغ المستقبل أمراً ما، بينما كان الأمر يستدعي منه القيام بزيارة شخصية لتحقيق ذلك، أي كان الأفضل له استخدام الاتصال الشفهي من خلال مهاتفته بالهاتف أو الاتصال الشخصي أي لقائه وجها بوجه، وذلك نظرا لأهمية الأمر أو الموضوع المراد. ثانيا، استخدام وسائل الاتصال لا تتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف في الاتصال. مثال على ذلك أيضا: كأن يستخدم البريد الإلكتروني للاتصال بموظفين لا يجيدون أو لا يعرفون استخدام هذه الوسيلة، أو أن بعضهم لا يتوافر في مكتبه جهاز حاسوب. ثالثا، استخدام وسائل اتصال لا تتناسب مع الوقت المتاح للاتصال بالآخرين، كأن يتم الاتصال بالموظفين في وقت يكونون فيه خارج مكاتبهم. ننتقل إلى غلق الهدف الثاني ومع هذا السؤال. اذكر أو عدد أو وضح معوقات الاتصال الخاصة بوسيلة الاتصال. من خلال فهمك حاول أن تختصر ذلك في نقاط محددة على هذا الشكل. نذكر من هذه المعوقات: أولاً، استخدام وسائل اتصال لا تتناسب مع طبيعة موضوع الرسالة. ثانياً، استخدام وسائل اتصال لا تتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف في الاتصال. ثالثاً، استخدام وسائل الاتصال لا تتناسب مع الوقت المتاح للاتصال بالآخرين. أحسنتم. لازلنا مستمرين في غلق الهدف الثاني ومع هذا النشاط. يرجى منكم أعزائي الطلاب القيام بفتح الكتاب المدرسي صفحة 95 ثم قراءة النشاط رقم 212. النشاط يقول: تعاني بعض المدارس من ضعف اتصالاتها مع مؤسسات المجتمع المحلي، ابحث ثم حلل أسباب معوقات الاتصال لدى تلك المدارس، ثم اقترح أسلوبين على الأقل لمعالجة هذا الضعف. دعونا نناقش الجزء الأول من النشاط، وهو أسباب معوقات الاتصال لدى تلك المدارس. نذكر من هذه المعوقات ما يلي: أولاً، صياغة الرسائل بشكل لا يتناسب مع جميع المستويات في المجتمع الخارجي، وهنا أهمية على ضرورة صياغة الرسالة بشكل ملائم.
ثانياً عدم الإرسال في التوقيت الملائم، أي عدم إرسال الرسالة لدى المستقبل في التوقيت الملائم له. ثالثاً استخدام وسائل الاتصال لا تلائم طبيعة الموضوع ولا تلائم طبيعة الجمهور المستقبل لها. رابعاً عدم وضوح الرسالة بشكل دقيق، أي أن الرسالة غير واضحة أو غير مفهومة أو غير معلومة لدى الطرف المستقبل لها. خامساً عدم توظيف التكنولوجيا بشكل فعال في نظم الاتصال الخاصة بالمؤسسة. هذه بعض المعوقات مع المؤسسات الخارجية. ننتقل إلى الجزء الثاني، وهو اقترح أسلوبين على الأقل لمعالجة هذا الضعف. نذكر من أساليب العلاج ما يلي: أولاً وضوح الرسالة ودقتها والتعبير عنها بشكل سهل وبسيط حتى يسهل فهمها لدى الطرف المستقبل لها. ثانياً توجيه الرسائل إلى الفئة المستهدفة، أي توجيه الرسائل إلى الأشخاص المعنيين بها. ثالثاً الإنصات الجيد لمضمون الرسالة والذي يترتب عليه إتمام عملية الاتصال بشكل فعال. رابعاً التفاعل من قبل المستقبل مع مضمون الرسالة، وذلك من خلال إما نقدها أو تأكيد فهمها، وهنا تظهر أهمية التغذية الراجعة حول مضمون الرسالة. خامساً توظيف التكنولوجيا وتعدد وسائلها بما يناسب كافة المستويات والثقافات. هذه إحدى أساليب العلاج. يرجى منكم أعزائي الطلاب إيقاف الفيديو ثم نسخ الإجابة المعروضة أمامكم بالكتاب المدرسي. ننتقل إلى الهدف الثالث والأخير، وهو أن يوضح الطالب مفهوم التشويش. مفهوم التشويش: لقد درسنا سابقاً أن التشويش يمكن أن يتم في أي خطوة من خطوات الاتصال، وأن أي عنصر من عناصر الاتصال السابق ذكرها، وهنا المقصود بعناصر الاتصال أي مكونات عملية الاتصال، وهم: أولاً المرسل، ثانياً الرسالة، ثالثاً وسيلة الاتصال، رابعاً المستقبل، خامساً وأخيراً التغذية الراجعة أو التغذية العكسية. كل هذه العناصر قد تتعرض لمجموعة من المعوقات التي تقلل من فاعلية الاتصال، أي تحد من إتمام عملية الاتصال. وينقسم التشويش إلى نوعين: النوع الأول التشويش على المعنى، والنوع الثاني التشويش المادي. فما هو التشويش على المعنى وما هو التشويش المادي؟ ومع النوع الأول من التشويش، وهو التشويش على المعنى، وهو الذي يطرأ على الكلمات أو العبارات أو الجمل التي تتكون منها الرسالة الاتصالية. مثال على ذلك أن يكون للكلمة أو العبارة أكثر من معنى، وهذا يؤدي إلى إرباك المستقبل في فهم الرسالة. وبما أن التشويش على المعنى داخلي، فإنه من الصعب معرفته أو التخلص منه. النوع الثاني التشويش المادي، وهو التشويش الذي يطرأ على الوسيلة بسبب مشاكل فنية. مثال على ذلك التشويش الإلكتروني، صوت صفارات الإنذار، أزيز الطائرات، التأتأة أثناء الكلام، أو قد يكون هناك ألم معين يصيب بعض الحواس. هذا التشويش يؤدي إلى فقدان أجزاء من الرسالة الاتصالية أو عدم وضوحها، وبالتالي عدم إتمام عملية الاتصال. نغلق الهدف الثالث والأخير بهذا النشاط. يرجى منك عزيزي الطالب القيام بفتح الكتاب المدرسي صفحة 96 ثم قراءة مسألة المناقشة رقم 24. مسألة المناقشة تقول:
الجزء الأول، برأيك ما الفائدة التي تعود على المؤسسة من إدراكها ومعرفتها معوقات عملية الاتصال فيها؟ الجزء الثاني، هل يعد ارتفاع عدد المستويات الإدارية في المؤسسة معوقاً من معوقات الاتصال؟ لطفاً أوقف الفيديو ثم حاول من خلال فهمك أن تجيب على هذه الأسئلة. دعونا نناقش الجزء الأول، وهو ما الفائدة التي تعود على المؤسسة من إدراكها ومعرفتها معوقات عملية الاتصال فيها؟ يؤدي ذلك إلى فعالية الاتصال بين كافة المستويات بالمنظمة، وكذلك أيضا مع المجتمع الخارجي. يترتب على ذلك أمور عديدة ومفيدة، نذكر منها ما يلي: اكتساب المعلومات والبيانات بسهولة ويسر، والتي يترتب عليها النقطة الثانية اتخاذ القرارات الصحيحة، ومن ثم نجاح العلاقات بين كافة المستويات. رابعا، توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف بأقل وقت وجهد. ننتقل إلى الجزء الثاني من مسألة المناقشة، وهو هل يعد ارتفاع عدد المستويات الإدارية في المؤسسة معوقا من معوقات الاتصال؟ في الحقيقة تختلف الآراء من حيث طبيعة المنظمة حول تعدد المستويات الإدارية، ولكن في الغالب ومع التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، لم يعد تعدد المستويات الإدارية عائقا من معوقات الاتصال. لطفا أوقف الفيديو ثم انسخ الإجابة المعروضة أمامك في المكان المناسب لها بالكتاب المدرسي. أخيرا نغلق درس اليوم بالحالة الإدارية التالية. يرجى منكم أعزائي الطلاب القيام بفتح الكتاب المدرسي صفحة 97 ثم قراءة هذه الحالة. الحالة تقول: أسامة سعيد مدير الإنتاج في مؤسسة الإزدهار اتصل هاتفيا بشركة الوفاق، وهي الشركة التي تزود مؤسسته من المواد الخام، وطلب التحدث إلى المدير العام فيها الذي كان في الاجتماع حينها، وكانت سكرتيرته خارج المكتب، فترك السيد أسامة رسالة لدى الموظف سامر الذي حولت إليه المكالمة لضرورة اتصال المدير به عند عودته، فقد نسي سامر إعلام سكرتيرة المدير العام برسالة السيد أسامة. وفي اليوم التالي عاود السيد أسامة الاتصال مجددا، وأعطى وصفا للمواد اللازمة والضرورية للمؤسسة، إلا أن المدير العام لانشغاله بأمور أخرى لم يمرر الطلبية للموظف المعني هاني العلي إلا بعد يومين من اتصال السيد أسامة. واعتقد الموظف هاني أنه سيتذكر التفاصيل التي أخبره بها مديره، فلم يدونها كتابيا. وبعد أيام وصلت الطلبية إلى شركة السيد أسامة، لكنها ليست مطابقة تماما لما هو مكتوب، مما أدى إلى خسارة مؤسسة السيد أسامة خسائر مالية كبيرة كان بالإمكان تفاديها لو أحسن التصرف. الأسئلة حول هذه الحالة: السؤال الأول، وضح معوقات الاتصال التي حدثت في الحالة السابقة. السؤال الثاني، اقترح كيف كان من الممكن تدارك هذه الأخطاء. السؤال الثالث، برأيك ما وسيلة الاتصال الفاعلة التي كان يجب على السيد أسامة سعيد اختيارها منذ البداية؟ يرجى منكم أعزائي الطلاب إيقاف الفيديو وقراءة الحالة الإدارية مرة ثانية بعناية حتى تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة. هيا بنا نتناقش الآن في الإجابة على أسئلة الموقف الإداري أو الحالة الإدارية. السؤال الأول كان يقول: وضح معوقات الاتصال التي حدثت في الحالة السابقة.
نذكر منها: أولاً، استخدام وسيلة اتصال لا تلائم الوقت المتاح للاتصال. ثانياً، استخدام وسيلة اتصال لا تلائم طبيعة الموضوع. ثالثاً، عدم انتباه المستقبل، والمقصود هنا بالمستقبل الموظف سامر. رابعاً، عدم تذكر الموظف سامر إبلاغ السكرتيرة برسالة السيد أسامة. خامساً، تأخر المدير العام في تمرير الطلبية للموظف المختص. السؤال الثاني: اقترح كيف كان من الممكن تدارك هذه الأخطاء. الإجابة: من خلال التواصل الجيد بين إدارة المؤسستين وتحديد نظم الاتصال بهما. السؤال الثالث: برأيك ما وسيلة الاتصال الفاعلة التي كان يجب على السيد أسامة سعيد اختيارها منذ البداية؟ الإجابة: من خلال الاتصال المباشر، أي الاتصال الشخصي بذهاب السيد أسامة إلى مؤسسة الازدهار ومقابلة المدير العام والاتفاق على الطلبية. قم بإيقاف الفيديو وقارن هذه الإجابة بما توصلت أنت إليه. في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قد تحققت أهدافه، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: السؤال الأول، اذكر معوقات الاتصال الخاصة بالرسالة. السؤال الثاني، اذكر معوقات الاتصال الخاصة بوسيلة الاتصال. السؤال الثالث، عرف مفهوم التشويش وأنواعه. من خلال فهمك لدرس اليوم، قم بإيقاف الفيديو ثم حاول أن تجيب على هذه الأسئلة. دعونا نستعرض الإجابة معا. السؤال الأول، معوقات الاتصال الخاصة بالرسالة. نذكر هنا: أولا، نقص المعلومات الواردة في الرسالة الاتصالية. ثانيا، تحريف المعلومات بالإضافة أو بالحذف. ثالثاً، عدم الترابط بين الأفكار والمعاني الواردة في الرسالة الاتصالية. السؤال الثاني، معوقات الاتصال الخاصة بوسيلة الاتصال. أولاً، استخدام وسائل اتصال لا تتناسب مع طبيعة موضوع الرسالة. ثانياً، استخدام وسائل اتصال لا تتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف في الاتصال. ثالثاً، استخدام وسائل اتصال لا تتناسب مع الوقت المتاح للاتصال بالآخرين. السؤال الثالث، مفهوم التشويش. التشويش ينقسم إلى نوعين: التشويش على المعنى والتشويش المادي. أما المقصود بالتشويش على المعنى فهو الذي يطرأ على الكلمات أو العبارات أو الجمل التي تتكون منها الرسالة الاتصالية، وأما التشويش المادي وهو التشويش الذي يطرأ على الوسيلة بسبب مشاكل فنية. عزيزي الطالب، قم بإيقاف الفيديو مرة ثانية وحاول أن تقارن إجابتك بهذه الإجابة المعروضة أمامك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس والانتهاء من درسي معوقات الاتصال الجزء الأول ومعوقات الاتصال الجزء الثاني. أشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.